الفساد يقلب فرح الحمدانية، مقتل أكثر من 100 حرقا وإصابة العشرات. وسط تعتيم إعلامي وحراسة أمنية مشددة، سفير فرنسا في النيجر يصل إلى باريس. وكالة الطاقة الدولية تنادي بشطب ربع استهلاك النفط العالمي في 7 سنوات، لغة أرقام أم أيديولوجيا؟ بجلسات على الهواء مباشرة، النواب الأمريكي يبدأ غدا محاولاته لعزل بايدن. أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة. حريق اندلع في حفل زفاف بالحمدانية أودى بحياة العشرات. التحقيقات أظهرت أن الأسباب نتابع مشاهدينا المزيد عن هذا الملف مع الزميلة روان حمزة. إليك روان. شكرا ليال. قاعة أفراح تحولت إلى قنبلة موقوتة مغلقة على من فيها. قانوني أمير الدعمي كنت معنا من بغداد. تتابعونا مشاهدينا في العالم الليلة، ولكن بعد الفاصل. الألعاب الإلكترونية تنافس كبرى الصناعات التجارية في العالم بالأرباح. ولدينا أيضا في المقابل خسائر كبيرة في سوق العملات المشفرة، الموظفون ضحيتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وصل السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتي وموظفين بالسفارة إلى مطار عسكري قرب باريس. شكرا لك غيدة. مشاهدينا أختم مع العناوين. الفساد يقلب فرح الحمدانية ومقتل أكثر من 100 حرقا وإصابة العشرات. وسط تعتيم إعلامي وحراسة أمنية مشددة، سفير فرنسا في النيجر يصل إلى باريس. وكالة الطاقة الدولية تنادي بشطب ربع استهلاك النفط العالمي في 7 سنوات، لغة أرقام أم أيديولوجيا؟ بجلسات على الهواء مباشرة، النواب الأمريكي يبدأ غدا محاولاته عزل بايدن. كانت معكم ليال اختيار، إلى اللقاء.